صحيح، هاي المقررات كثيرة في بلاد الإسلام تجد يتكلم عن الربوبية، يمكن في محاضرات في كتب كلها تبين بأن الله موجود. في رسالة طبعت بأعداد ما يحصيها إلا الله عز وجل، عنوانها يعني تقريبا هكذا: الاكتشافات الحديثة تشهد بوجود الله، وجيب لك كذا وجيب لك كذا، والتجربة الفلانية والدكتور الفلاني والفضائي الفلاني، والناس تكبر وتهلل أن هذا الفضائي أقر بأن الله موجود، وذاك الطبيب الدكتور أقر المتخصص بالأجنة أقر بأن الله موجود وإلى آخره. طيب وبعدين ما هي النتيجة التي نالها المسلمون وفرح بها المسلمون؟ أن في واحد أقر بأن الله موجود، إيش يعني هذا من جديد؟ فكان بعض مشايخنا يقول أصلا هذا اللي صعد الفضاء بعدين اكتشف بأن الله موجود، يقول هذا حمار، لأنه إيش ما اكتشف بأن الله موجود وهو في الأرض حتى إيش صعد الفضاء فاكتشف بأن الله موجود. أقول يا حمار، أنت قصر عقلك أن تفهم بأن الله موجود وأنت في الأرض. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كيف واحد يعني نفرح بأن واحد أقر بأن الله موجود وبعدين مو إبليس يقر بأن الله موجود؟ هذا ليس ربح للمسلمين، بل هذا صد عن سبيل الله حتى يقنع الناس بأن يكفيك أنك إيش تقر بأن الله موجود. لو تعبد الشياطين، تعبد الأولياء، تعبد الحجارة، لو تفعل ما إيش ما تفعل، لو تعتقد ماذا تعتقد، قل ما شئت وافعل ما شئت، حتى لو تسب الله ورسوله، حتى لو تنكر أركان الإيمان، ما دمت تعتقد بأن الله موجود فأنت مؤمن كبير. هذا صد عن سبيل الله ولا دعوة إلى الله؟ ها، هذا صد عن سبيل الله. محاضرات ومناظرات وفلان ألحد الملحد، أفحم الملحد الفلاني، ها، وأحرجه أمام الجمهور أن الله موجود فقط. هذه غاية؟ هل هذه غاية؟ لا والذي لا إله له، ما هي غاية؟ لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلى أقوام يقرون بأن الله موجود ولا لا؟ يقرون بأن الله موجود، لكن ما يقرون بأن الله وحده المستحق للعبادة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. هذا هو الخلاف بين الرسل وأقوامهم، أيعبد الله وحده أو يجوز أن إيش يعبد معه آلهة أخرى؟ ما اختلفوا مع أقوامهم أن الله موجود أو ليس بموجود. فلذلك هذا مضيعة للوقت، مضيعة للجهد، وتضليل الناس التركيز والتوسع في بيان أن الله موجود، بل هو في بيان أن الله هو الخالق ما يكفي، لابد في بيان ماذا يا إخوان؟ أن الله عز وجل موجود والخالق وهو رب العالمين ومستحق العبادة ويعبد، ها، وحده ولا شريك له. لا وباقي إيش بعد؟ وتعبده على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مش على هواك. حينئذ تسلم. هذا دين الله عز وجل. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، ما هي؟ ما هي؟ شهادة لا إله إلا الله. ما قال بني الإسلام على خمس: الإقرار بوجود الله، الإقرار بأن الله هو الخالق، لا، شهادة لا إله إلا الله، أن تقر على علم بأنه لا معبود مستحق للعبادة إلا الله عز وجل، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. هذا دعوة الرسل. نعم.